هذا اليوم هذا ملف ديال مجموعه من المتابعين فيه مجموعه من الاساتذه الجامعيين. حنا ناس حقوقيين كنامنوا بقرينه البراءه، ننوب بتكليف من الضحايا سواء في الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا او المنظمه النسائيه ديال محاربه العنف ضد النساء او هيئات حقوقيه اخرى اللي حاضره. حنا هنا اليوم بتكليف من هذوك الطالبات باش ننوبوا عليهم غايتنا اننا نوصلوا للحقيقه القضائيه. الملف تاخر جوج الاسباب. اولا السبب الاول كما قلت الزملاء ديالكم من اجل اعداد الدفاع، والسبب الثاني هو المتعلق ب احضار استدعاء احد المصرحين محضر. اما لائحه الشهود التي تقدم بها السيد نقيب هيئه السطات الذي ينوب عن المتهمين تم يعني الارجاء لبث النظر فيها الى حينه. يعني هذا الملف هذا هو ماده اعلاميه، ماده المجتمع، ماده لياما الحركة النسائية والحقوقية ناضلت من أجل تكسير هذا الطابو. أتمنى أن القضاء أن يكون في مستوى اللحظة وأن ينصف الجميع أضناء وضحايا، يعني إحنا سواسية في المحاكمة العادلة. أعطينا التاريخ ديال الجلسة 24/1 في الاول اسم الجمعيه استاذ فاطمه زهراء الشاوي محاميه ورئيس الجمعيه المغربيه لمناضله العنف ضد النساء. لا غادي تعاودي استاذه سلمى. استاذ فاطمه زهراء الشاوي محاميه ورئيسه الجمعيه المغربيه لمناضله العنف ضد النساء. اذا حنا الجمعيه المغربيه لمناضله العنف ضد النساء هي اول مركز استماع في المغرب، ومن ضمن اول الجمعيات اللي كنا تناقشوا هذه المواضيع، لان كنا تنتوصلوا بعده شكايات من طرف الطالبات، لان هذا الموضوع ليس بجديد، هذا موضوع جديد قديم، كان دائما تنتوصلوا بالشكايات في هذا المجال، وكنا من ضمن الناس اللي كنا تنتكلموا على السلطه اللي عند الاستاذ على النقطه اللي تتعطي واحد المجال كبير ديال انه يتعامل مع الطلبه ذكور او اناث، الاناث بالتحرش والذكور بالتعسف. كنا دائما نتكلموا عن هذا الموضوع، واليوم جات الفرصه ديال ان بعض الطالبات كانت عندهم الجراه وكانت عندهم الشجاعه ديال انهم استطاعوا ان كانوا الشكايات اللي تيجيونا في القبل ما كيقدروش ما كتكونش عندهم الجرأه لان تيخافوا على مستقبلهم وما تيمشيوش للقضاء. اليوم حنا امام طالبات اللي حنا تنحييهم لان كانت عندهم الجرأه والشجاعه ديال ان هذا الطابو اللي كان موجود من شحال هادي وحنا عارفينه وكنا تنفضحوا وتنحاولوا نتكلموا عليه، انهم اليوم عطاونا الفرصه مع احترامنا لقرينه البراءه، عطاونا الفرصه ديال اننا نفتحوا هذه الممارسات اللي هي كانت معروفه في الحرم الجامعي، وتنتمناو ان القضاء ينصف الجميع متهمين وضحايا. وشكرا. محمد العماري رئيس الشبكه المغربيه لحقوق الانسان والرقابه على الثروه وحمايه المال العام بابن احمد والدائره. هاد الملفات ومثل هاد الملفات تبعناها منذ 2016 كان ملف، والان هاد الملف في الحفظ. لذا اليوم بحكم اننا كنشطوا في الجامعه، اننا عندنا علاقه مع الطلبه والطالبات، كنتوفروا على مؤازرات ديال الضحايا اللي من خلالهم تم تنصيب اليوم هيئه الدفاع باسم الاطار. هذا الملف حنا متبعينه لمده واحد 5 سنوات ولا 6 سنوات، تطور بشكل رهيب لظروف متعدده، منها عدم الاستماع للطالبات والطلبه اللي كانوا كيبغيو يوضعوا الشكايات وما كيستطعوش وما كيسيبوش الباب على من يدقوا. عندنا 4 ديال البيانات ولا 5 في هذه السنوات اللي كانت انذاريه واستنكاريه تصب في هذا الباب، استغلال الطالبات، الدبلومات، البلوج للماسترات، واحد العديد ديال المواضيع اللي كاينه في جامعه الحسن الاول اللي شكلات موضوع اهتمام ديال الشبكه المغربيه لحقوق الانسان. في وقتها درنا اعتصامات، درنا بيانات، درنا وقفات احتجاجيه، اثرنا الطلبه والطالبات، والان هاد الشبكه المغربيه لحقوق الانسان في ظننا تم تقويه الضحايا. لا الاخت ناديه حصيل ولا الاخت خديجه خليل، بجوج بهم قويناهم باش يكونوا قويين وباش ما يتعرضوش للابتزاز
وما يتعرضوش للمساومة باش يكونوا قويين في هذه المرحلة، لأن غيكونوا هما المشعل من هنا القدام في جامعة الحسن الأول، غيكونوا هما اللي غاديين يقودوا المشعل باش يأطروا الطالبات، باش يقوموا بندوات بحلقيات كتجعل أن الطالبات يكونوا قويات إلى حد معقول، إلى حد الدفاع عن أنفسهم، ويكسروا هذا الطابو هذا، ويواجهوا كل من أراد بهم استغلال، كل من أراد أن يبتزهم مقابل النقاط، لأن الجامعة موقع ديال التحصيل العلمي، ليس موقع الابتزاز والاستغلال والإهانة ديال الطلبة والطالبات، بما أن الطالب أو الطالبة هو الحلقة الضعيفة في الحقل الجامعي، وكتعرفوا بأن الجامعة تتميز باستقلالية في قرارات ديالها، كتكون الرئاسة ديال الجامعة هي اللي كدير جميع المسائل الإدارية ديال الجامعات المنتمية إليها. اليوم نحن كنا نحمي الرسالة، تحملنا هذا الملف، نحن كطرف مدني فعلي في هذه القضية وفي هذا الملف، لن نتنازل عن حقوق الضحايا، وكذلك نتمنى من العدالة أن تمتع المتهمين والضحايا بمحاكمة عادلة. اليوم نحن أمام وضعية مهمة للوصول إلى الحقيقة، نريد اكتشاف حقيقة اللي من خلالها هاد المشكل اللي وقع في جامعة الحسن الأول سلط أضواء ديال التنكيل وأضواء ديال الإساءة على الجامعة المغربية، لكن الجامعة المغربية لها بريقها ولها سمعتها الوطنية والدولية، ونحترم ذلك. لا، محامية بهيئة الدار البيضاء، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تابعت اليوم الجلسة العلنية اللي كتخص الملف ما سمي بالجنس مقابل النقاط بالمحكمة الابتدائية بسطات. طبعا هذا ملف من ضمن ملفات أخرى في محاكم أخرى، اللي كان أعتقد بأنها واحد الخطوة اللي هي إيجابية، يمكن هناك من ينظر الأمر بشكل مغاير، ولكن كان أعتقد اليوم وصلنا لواحد الوعي، والشابات خاصة مع تعاطيهم الوسائل التواصل الاجتماعي، الوسائل التكنولوجيا الحديثة، التواصل على العموم، كيعرفوا كيفاش تم فضح ملفات في الخارج لشخصيات بارزة عندها أكثر من 20 سنة، اليوم يتم فضحها في دول سبقاتنا في الديمقراطية. اليوم كنعتقد وحنا المجتمع الذي يتلمس خطواته في الدمخرطة، كنظن هادو شابات اللي كنحييهم على الجرأة ديالهم، كنحييهم على الشجاعة ديالهم، رغم ما سيقال، رغم الضغوطات، رغم واقع المجتمع وواقع الأسرة المحافظة، ولكن كانت عندهم الجرأة ديال يفضحوا اعتداءات جنسية فين؟ في الكلية، في الجامعة، في وسط مكان اللي عنده حرمة ديالو، واللي مفروض أنه ينتج لنا النخبة والأطر ديال غدا. اليوم إذا كان شي عقدة عند البعض من ولوج المرأة للفضاء العمومي، كنظن هادو شابات وجمعيات ونساء ومناضلين غادي يوقفوا صدا منيعا لمثل هاد الممارسات، وخاصة الضحايا اللي كيكونوا في وضعية الهشاشة، لضحايا اللي عندهم ظروف اجتماعية، لضحايا اللي لن نقبل بأي تساهل في مثل هذه الملفات، وغادي نبقاو معهم كنوبوا في هذه الملفات، كنوبوا في ملفات أخرى إلى جانب الضحايا، باش نقولوا كفى من الاعتداءات الجنسية. هذا الشيء كيكلف سمعة الجامعة، وكيكلف الأسرة، وكيكلف المجتمع، وكيكلف الدولة، المجتمع اللي النص ديالو معنف ما يمكنش يكون مجتمع منتج، وما يمكنلوش يتطور، ما يمكنلوش يتنمى. وبالتالي كنظن اليوم هذه خطوات اولى باش نقولوا باننا مجتمع في الحقيقه، ولا عنده جرأة، وعند شابات وعند نساء الجرأة باش يفضحوا اعتداءات الجنسيه، وكتعرفوا الطابو ديال الاعتداءات الجنسيه في مجتمع بحال ديالنا، ولكن الالف ميل كيبدا بخطوه واحده، وحنا هذا المسار غادي نمشيو فيه للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسيه.